بس فنتعرف على طريقة وكيفية حل المشكل. تفاعل سريع على تطبيقكم تليجرام. قموا بالضغط على تطبيق تليجرام. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات المحددة. من ثم سوف نقوم بنزول الأسفل والضغط هنا على الملصقات والرموز. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تفاعل سريع. هنا يمكنك الاختيار أي تفاعلات التي تريدها. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ونراكم في الفيديوهات القادمة.